السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. هل التنويم المغناطيسي يجوز استخدامه في العلاج النفسي أو في الاستعراضي من باب الدين الإسلامي؟ شاهدوا هذا الفيديو كامل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مجددا مرحبا بكم. هل يجوز استخدام التنويم المغناطيسي في الدين الإسلامي، وهل هو حلال أم حرام؟ أول شيء، عندما نتكلم عن هل يجوز أم لا يجوز، فدائما نبحث في القرآن، لأن القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي القرآن فيه كل شيء. ولكن القرآن لا يمكن أن يتحدث عن أي شيء في بعض الأحيان، مثلا القرآن لن يتحدث عن الهاتف وهل يجوز استخدام الهاتف، وكذلك لن يتكلم عن السيارة ولن يتكلم عن الهولوغرام، لأن الدين الإسلامي يتكلم عن شيء بشكل عام، هل هذا الشيء يجوز أم لا يجوز. مثلا الدين الإسلامي يقول لك إذا كان الشيء سيؤذيك أو يؤذي شيء آخر أو شخص آخر فهذا حرام. فلذلك نحن نتكلم عن التنويم المغناطيسي، هل هو يفيد الناس أم يضر الناس، وهل تقوم بأشياء كفرية أم لا تقوم بأشياء كفرية. وهنا نجد بأن التنويم المغناطيسي فهو حلال بين وواضح، لأنه هو جائز، فقط يستخدم من أجل الترفيه ومن أجل العلاج. وعندما نتكلم عن الترفيه، والترفيه هو ليس محرم، لأن الترفيه لن تؤذي نفسك ولن تؤذي غيرك، ولكن في العلاج فإنك تفيد الناس بشكل كبير جدا. فهنا نتكلم عن استخدام التنويم المغناطيسي فإنه حلال، ومن يقول حرام فإنه ليس له علم به وليس له دليل به أبدا. فهنا نتكلم عن التنويم المغناطيسي فهو جائز شرعا، لأن لن تؤذي أي شخص أبدا، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، فالدين الإسلامي وكذلك جميع الديانات عامة، فأي شيء يفيد الناس، أوكي، يفيد الناس، يا هو أعشاب، يا هو إيحاء، يا هو دواء، فهو جيد للناس، أوكي، فهو جيد للناس، فهذا نتكلم ونقول عنه حلال. فلذلك التنويم المغناطيسي لا يوجد أي شيء يحرمه أبدا، لأنه مجرد إيحاء وتوكيدات إيجابية من أجل برمجة عقل باطن الشخص وعلاج مشاكل النفسية والأمراض النفسية. أي شخص يريد العلاج بالتنويم المغناطيسي، وكذلك أي شخص عنده أي تساؤل حول هذا الأمر، يمكنه الكتابة في تعليق هذا الفيديو ويقول ما هو رأيه كذلك هو كذلك. أما إذا كنت تريد دورة تكوينية في هذا المجال، فما عليك فقط التواصل معنا من أجل مزاولة مهنة التنويم المغناطيسي والشبه الطبي، أي تصبح أنت معالج نفسي. أي مساعدة، أي استفسار، تواصلوا معنا على الواتساب. نراكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء.